تعتبر هذه الشراكه بالنسبه للاتحاد الجزائري لكرة القدم بمثابه اتفاق واعد مستقبلي يفتح افاق اخرى للتعاون خاصه لفئه كرة القدم الهواة والفئات والمواهب الشبانيه المتواجده في كل ارجاء الوطن والتي تحتاج الى مرافقه لتطوير نشاطاتهم وابراز قدراتهم الشبانيه عند كل الاصناف ذكور او اناث سوناتراك راح تعمل كل ما في وسعها باش ترافق الاتحاديه الجزائريه لكره القدم من اجل مشروعها مشروع هادف لتطوير هذه الرياضه عملنا مع الاتحاديه ليس يعني ما جاش وليد الصدفه هو يعني عمل مع اخي جاهد زفزاف من اجل يعني مرافقته في هذا المشروع عنده نظره عنده مشروع نحن هنا من اجل يعني مساعدته والوقوف بجنبه من اجل تطوير هذه الرياضه في الجزائر وهذا فخر كما قلت لينا لانه راح نرافقه يعني المنتخبات الاولى لكره القدم يعني بكل اصنافها